اليوم لما صار نازحين وخاصة مدينة رفح، انت فاهمني كيف نزع عليها يعني على الكلام 1.5 مليون، انت فاهمني كيف، كله مطلوب وناس قاعدين في المدارس وفي المواصل وهنا وهنا، ففي طلب كبير جدا، بس لكن البضاعة مش موجودة. لا ما فيش بضاعة، الأساس في الموضوع انه ما فيش يعني الفرشة مش متوفرة، بس يعني يمكن آخر فترة الوكالة وزعت شوية فرشات فحلت جزء من الأزمة، أما الأزمة كبيرة وعميقة. واليوم زي ما قلت لك عدد سكان رفح قريب من 1.5 مليون، يعني بقى عدد سكان رفح 230,000 240,000، بس اليوم 1.5 مليون، يعني من يغطيهم؟ يعني عجز كبير جدا جدا جدا، بالذات في موضوع الفرشات والحرمات. تلك الأطفال التي تلقى إليها مأوى لا يوجد إليهم ما يغطي بهم أجسادهم. احنا بدنا رحنا على السوق نشتري فراش، ما لقينا فراش ولا لقينا اي حاجه، لو مستخدم اي شيء لهالطميات. احنا عيلتين 16 نفر، انا معايا 7 وسلفتي معها 9 انفار، ومش لاقين اي حاجه، وهينا عنا يلون نايمين، لا فراش ولا غطا ولا اي حاجه. يعني لو مستخدم اي حاجه احنا مستعدين ان ننام عليه، اي حاجه المهم ننام ونستر هالاطفال من البرد ومن السقع. جينا لسه جديد ندور على فرشات، فيش فرشات، والفرشات غليات والمستخدمات غليات، وبعرفش مين نايم عليه، نسخات نضاف مش نضاف، وزي ما انت شايف فيش حاجه عندنا، وربنا يسهل الامور، وفيش لا واعي شتاء ولا غيره ولا حاجه، والوضع صعب، لا معنا مسار ولا شيء. احنا لما طلعنا من الشمال طلعنا من غير ولا شيء، على الهوي بس بنرفع الهوي على شقة اليهود وبنمرق بقينا. الوضع يعني صعب جدا، نتمنى انه حد يساعدنا بفراش بحصاير باي شيء اواعي للاولاد، احنا عاد بنتحمل والله. عند الاولاد انهم عيانين، ومبارح وديتهم على الوكالة من العيل الجو اللي احنا فيه.